كابوس صيني جديد يهدد كوكب الأرض. عنوان عريض سيطر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فقدان السيطرة على الصاروخ لونج مارش 5B الذي بات سقوطه على الكرة الأرضية وشيكا. تبدأ القصة بإطلاق الصين للصاروخ الذي يعد أول المكونات الثلاثة للمحطة الفضائية التي تعتزم بكين إكمال بنائها في نهاية 2022، لكنه خرج عن السيطرة في مسار عودته ليصبح موعد السقوط وموقعه مجهولين. لونج مارش 5B يبلغ طوله نحو 30 متراً ووزنه 22 طناً ويتحرك بسرعة 18 ألف ميل في الساعة، وبفضل سرعته الهائلة ستحترق أجزاء منه عند دخوله الغلاف الجوي، لكن أجزاء كبيرة ستسقط في الأرض مشكلة عنصر خطر على البشرية. الصاروخ الذي يحمل نفس جنسية وباء كورونا أثار حالة من القلق العالمي، لتخرج وزارة الدفاع الأمريكية لتعلن أنها ترصد مسار الصاروخ الصيني متوقعة دخوله الغلاف الجوي للأرض مساء السبت. عربيا، كانت السخرية هي المسيطرة على مواقع التواصل، فعبر السوريون والعراقيون عن تشاؤمهم من احتمال وقوع الصاروخ فوق أراضيهم بسبب سوء حظ بلادهم، وتمنى آخرون أن يقع الصاروخ في أماكن يرغبون في التخلص منها كما فعل بعض المصريين مع سد النهضة الإثيوبي. وتمسك البعض بالتساؤل حول إصرار الصين على التسبب في المتاعب لكوكب الأرض وسكانه، ورأى آخرون أن كل ما يحدث يأتي في إطار قيام الصين بتصنيع كل شيء بما في ذلك محاولة إنهاء العالم، والتي يبدو أنهم يقتربون من تحقيق النجاح فيها على حد وصفهم.